اهلا بحضراتكم مره تانية. قبل الفاصل كنا بنتكلم على المشروع، ودايما كلمه المشروع كلمه ما بين قوسين، يعني بنرددها هنا في يعني الشارع الرياضي بقالنا سنين طويله. النهارده الكابتن حازم امام بيعد الشارع المصري ان هيكون في تطوير للكره المصريه، وعشان نعرف برضو نطور الكره المصريه لازم نبص حوالينا شويه، نشوف الناس اللي اشتغلت على نفس المشروع اشتغلت ازاي. عندنا نماذج كتيره جدا جدا وكلها نماذج ناجحه، يعني بتكلم على التجربه الالمانيه مثلا وفوزها بكاس العالم وحصولها على يعني بطولات كتيره جدا جدا وتفريخ عدد كبير جدا من المدربين ومن اللاعبين. نتكلم على التجربه الاسبانيه وفوز اسبانيا بكاس العالم وبطوله امم اوروبا وتفريغ عدد رائع من اللاعبين. كمان النهارده عبر سكايب معانا التجربه البلجيكيه من خلال طبعا لويس اوليفيرا، طبعا النجم الكبير للكره البلجيكيه، وطبعا نجم فرونتينا ونجم اندرلخت البلجيكي، بنرحب بيه على شاشتنا هنا، شاشه قناه النادي الاهلي. لويس مساء الخير عليك. مساء الخير، مساء الخير على جماهير قناة النادي الأهلي. أعلم أن جماهير الأهلي حزينة لخسارة اللقب الثالث على التوالي لدوري أبطال أفريقيا، لكن أتمنى حظ سعيد في الديربي يوم الأحد القادم، سيكون أيضا جمهور الأهلي سعيد بالفوز بهذه المباراة. أكيد هيكون لينا معاك حوار وأسئلة عن النادي الأهلي والكرة المصرية، لكن لويس كنا بنتكلم على المشروع البلجيكي في كرة القدم. يمكن سنة 2000 بس كان يعني كان في 4 لعيبة بس بيلعبوا في الدوريات الكبرى، 4 محترفين. دلوقتي بنتكلم في أكتر من 25 لعيب في الدوريات الكبرى، على رأسهم طبعا دي بروين وعلى رأسهم لوكاكو. فعايزين نعرف وجهة نظرك في المشروع البلجيكي خلال العشر سنين اللي فاتوا، ازاي الاتحاد البلجيكي اشتغل على هذا الملف ووصل دلوقتي ان بلجيكا كانت متصدرة التصنيف العالمي لسنوات طويلة. عايز اعرف رأيك في هذا المشروع. أعتقد أن كل ما حدث بالنسبة لتطوير المنتخب البلجيكي هو وضع النظام السيستم الذي دائما يجب أن نتحدث عنه. لقد قام الاتحاد البلجيكي بالاجتماع معنا ومع كل لاعبي المنتخب البلجيكي القدامى، عندما كنا نعاني من قبل 2010 قمنا بوضع سيستم. كنا في الاتحاد وتحدثنا عن يجب أن يكون هناك تنظيم من أجل مشروع، من أجل التأهل لكأس العالم بل والفوز بكأس العالم. وقد رأيت النسخة العظيمة لبلجيكا في اليورو، إن كان يورو 2008 أو 2010 و12 وكأس العالم أيضا، هو السيستم. صحيح، بنتكلم دلوقتي على الكرة البلجيكية وانت اتكلمت على مشروع، ولكن هل سيبقى المنتخب البلجيكي هو بس يعني بيقف عند كلمة الحصان الأسود للبطولات الكبرى زي كأس العالم وأمم أوروبا، وهل المنتخب البلجيكي قادر خلاص على الحصول على كأس العالم القادمة؟ أنا أحييك على هذا السؤال. المشروع مشروع كبير، والمشروع يجب أن نخطو خطوة تلو الأخرى. بلجيكا كانت بعيدة كل البعد عن المنافسة، الآن نحن ننافس وننافس على مركز. عندما نفوز بالميدالية البرونزية ثم الفضية ثم سوف نصبح أبطال العالم في يوم ما، لكن يجب أن نتحدث عن إيجابيات المشروع. كما ذكرت في 2010 كنا نعاني، الآن أصبحنا ننافس ومنافس بقوة أيضا. من طبعا المشروع كان كبير جدا وكان في مناطق عديدة، ويمكن التركيز على الأندية بشكل كبير، يعني الأندية في تطوير اللاعبين وكيف تقوم الأندية بتطوير اللاعب الدولي بشكل كويس، وده شفناه من خلال المشروع من خلال السنوات ان عناصر كتيرة جدا ظهروا بمستوى رائع. طبعا زي ما بقول على رأسهم دي بروين اللي خارج من المدرسة البلجيكية، كمان بنتكلم على كورتوا أحسن حارس مرمى في العالم أو من أفضل حراس المرمى كمان خريج هذا المشروع، بنتكلم على لوكاكو. شايف إن المشروع ما زال مستمر
وهل المنتخب البلجيكي مستمر في هذا المشروع ولا هذا الجيل هو نهاية المشروع مع بداية مشروع آخر للسنوات القادمة؟ لا أعتقد أن الجينات وأن الأجيال ستتوارث وستظل كبيرة وكبيرة جدا للكرة البلجيكية، لأن الكرة البلجيكية كرة ممتعة. أنت ذكرت في بداية البرنامج أن الآن يوجد 14 لاعب من منتخب بلجيكا يصولون ويجولون في الدوريات الأوروبية الكبيرة، وهذا لن تجده في منتخبات كثيرة لها الاسم الكبير وهم أبطال العالم، وأنت تعلم ماذا أقصد بهذا. هذا يدل أن لدينا أجيال عظيمة ولدينا جينات الفوز دائما، لكن سيستمر هذا المشروع وسيستمر أكثر من ذلك، ولدينا أيضا منتخب بلجيكا للناشئين أقوى من منتخب بلجيكا الكبار الحالي، وهو المشروع الذي نتحدث عنه، وهذا لأننا نذهب إلى جميع البلاد في بلجيكا، لا نعتمد فقط على الأسماء الكبيرة، لأنك إذا اعتمدت على الأسماء الكبيرة فقط لن يكون هناك جينات. رأيت أيضا إبراهيموفيتش في منتخب السويد يلعب، هو لديه الآن 42 عام ويلعب ويصول ويقول في السيريا آ في الدوري الإيطالي. هذا ما معناه أن المشروع يجب أن يستمر. أكيد طبعا من خلال كلامك واضح أن المشروع مستمر، منتخب عندكم منتخب حتى المنتخب الثاني قوي جدا، ولكن خلينا أرجع لي طبعا أندرلخت البلجيكي لعبت ليه لسنوات عديدة. من الأرقام اللي قدامي أن أندرلخت كمان صافي أرباح بيع وشراء اللاعبين بلغ 82 مليون يورو، جنت على سبيل المثال 56 مليون يورو وغيره وغيره. النجاحات المالية دي كمان من ضمن المشروع أن يكون في يعني نجاحات على مستوى الأرباح للاستمرار المشروع، هل ده كمان من جزء لازم الاهتمام به في إقامة مشروع ناجح؟ بالنسبة لإندرلخت، لأن النظام والسيستم في إندرلخت هو من قام بعمل هذا المشروع الكبير، رئيس النادي في إندرلخت والأعضاء لديهم دائما نظرة وتسمى نظرة بعيدة المدى والاستثمارات في النادي، لأن إندرلخت وقطاع الناشئين، وأعلم أنك كنت مدرب في الدوري البلجيكي وتعلم وتعرف جيدا الدوري البلجيكي، لدينا العديد من الناشئين، نعتمد على الناشئين ثم نقوم ببيع هؤلاء الناشئين من أجل ادخار الأموال للنادي، وهذا هو النجاح. أنا بأكد على كلامك لأن كنت موجود في ليرس البلجيكي، معظم الفرق كلها فرق متوسط أعمارها 25-26 سنة، وقطاع تطوير الناشئين وقطاع تطوير الشباب في بلجيكا أنا بتكلم من 2012 كان متميز جدا، مع تقدم السنوات أكيد بنشوف جيل رائع للمنتخب البلجيكي. طيب نروح لطبعا البريمير ليج، وأكيد متابعتك للمباراة النهائية وكان في دويتو أكتر من رائع ومنافسة شديدة جدا على مستوى مباراة ريال مدريد وليفربول. شفت إزاي التحدي الرائع ما بين محمد صلاح وكورتوا، وطبعا التألق الكبير لكورتوا، ورأيك في محمد صلاح؟ يجب أن تعلم أن دي بروين وصلاح نتحدث عن اثنين لاعبين مختلفين. بالنسبة لمحمد صلاح، دعنا أقول عنه أسطورة، أسطورة يصنع الفارق، وهذا ليس حديث. محمد صلاح لاعب كامل متكامل. أما بالنسبة لدبروين، دبروين المتعة، المتعة مع الكمال، وهذا ما يجعل دبروين مختلف عن صلاح. أكيد دبروين من اللعيبة المميزة جدا، وزي ما أنت قلت يمكن اختصاصات محمد صلاح أو مميزات مختلفة تماما عن دبروين، لكن عايز أعرف منك كمان، كان في فترة كان في اللعيب المصري متواجد في الدوري البلجيكي، كابتن أحمد حسن على سبيل المثال لعب في أندرلخت، رؤيتك للاعب المصري عامة وإمكانية احترافه في الدوريات الكبرى، وأكيد محمد صلاح مثال يحتذى به الجميع يعني. بالنسبة لي معرفة شخصية باللاعب أحمد حسن لا أعرفه معرفة شخصية، لأن الأجيال مختلفة، لكن شهدت بطولة أفريقيا وشهدت منتخب مصر البطولة الأفريقية. لكن بالنسبة لي من وجهة نظري
الكرة المصرية مختلفة تماما عن الماضي بالنسبة للبطولات الأفريقية، لأن أعتقد أن الدوري المصري لا يفرز العديد من اللاعبين، وهذا رأيناه في المنتخب المصري في البطولات المختلفة، لأن المنتخب المصري يجب أن يبحث الاتحاد المصري عن لاعبين جدد من أجل أن يقودوا المنتخب في الأيام القادمة. أنا بتفق معاك تماما، لأن طبعا التواصل الأجيال محتاج خطة مدروسة جدا. آخر لويس، آخر سؤال، يعني رأيك إيه في عودة لوكاكو للإنتر بعد رحلة سنة فقط مع تشيلسي؟ بالنسبة لي من وجهة نظري مع الإنتر قام بعمل عظيم وكبير وفاز معهم بالبطولات. المشكلة أن لوكاكو مع تشيلسي لم يظهر إمكانيات كبيرة التي يتحلى بها لوكاكو، لأن لوكاكو غير سعيد في الفلوس تشيلسي، وتحدث مع إدارة النادي وتحدث مع كل الأقرباء وكل المقربين منه. وأتمنى إذا ما تم نقل هذه الحلقة في الخارج أن يوافق المدير الرياضي لتشيلسي وأن يترك لوكاكو للإنتر. لويس أوليفيرا طبعا اللاعب المميز وأسطورة أندرلخت البلجيكي ولاعب فرونتينا، طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا لكم، وشكرا وتحية كبيرة لقناة النادي الأهلي وجماهير قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا. محمد، تقريبا المشروع البلجيكي بيتكلم على نقط اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها واشتغلوا عليها بشكل كويس. بيتكلم على نقطة مهمة كمان، مش بس الاتحاد هو اللي بيشتغل على ده، كمان الأندية. الأندية لازم تمشي بسياسة إفراز لعيبة موهوبة.